وبيتقدم وبيلعب العرضية يا سلام سلم الشبكة بتتكلم وهدف أول لفريق مصر المقاصة حسين حمدي والله بلعبها معاك يا حسين هدف أول أعزائي المشاهدين لفريق مصر المقاصة حسين حمدي واحد مصر المقاصة لا شيء ألعاب دمنهور حسين حمدي اصطاد خطأ من قلبي دفاع دمنهور بباطن القدم اليمنى في شباك دمنهور الله روحي في الشباك راحت بالفعل وأعلنت عن تقدم المقاصة بهدف أول لهم في هذا اللقاء لتصبح النتيجة أعزائي المشاهدين تقدم مصر المقاصة صاحب السبع نقاط في مشوار الدوري المصري مقابل لا شيء لفريق دمنهور.